مشاورات قاعدية أطلقتها كونفدرالية النقابات المستقلة ومنتدى التغيير تحضيرا للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. خارطة جديدة بعد رئاسيات 12 ديسمبر ستتضح معالمها في غضون أيام. هذا الحوار في تقديرنا إذا أرادته رئاسة الجمهورية أو الرئيس رئيس الجمهورية الجديد أن ينجح هذا الحوار، لابد من تحضير مناخ حقيقي لإنجاح هذا الحوار، وعلى رأسي اتخاذ إجراءات تهدئة، إجراءات يعني تبعث برسائل مثل ما قال في الخطاب الأخير أنه بصدد إجراءات وقرارات لصالح الحراك وتدخل في إطار مطالب الحراك. لما يحس الجميع أننا في الطريق الصحيح نربح الوقت، لأن الجزائر تحتاج إلى ربح الوقت، ضيعنا الكثير من الوقت في الأشهر السابقة. توجه موحد لأطياف المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والعمالية، توجه يضع في مقدمة أولوياته شروط تهدئة أخرى لإنجاح الحوار الوطني مع السلطة. نادينا بضرورة الحوار ومساندة الحوار لما يكون على هذا المستوى السياسي، إنه هو المخرج. والحمد لله شفنا أنه لما مشينا في الحوار الأول وتم بفضل تأسيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، اليوم درنا الخطوة الأولى للخروج من الأزمة السياسية بتنظيم الانتخابات ونجحها. واليوم فيه شرعية، فيه رئيس منتخب، لازم أن يستمر في الحوار، لأنه لازم اليوم يكون حوار معمق على قضية الدستور، على قضية إصلاح القوانين، على قضية توجه الجزائر إلى الجزائر الجديدة. طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، مرتكز رئيس الجمهورية في إنجاح الحوار الجامع في انتظار الإعلان عن انطلاق ورشاته في قادم الأيام.